السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، كاينة واحد خمسة القطارات، هي 50,000 متر، هي هادي كما كتشوفوا. النواحي ديال 3 ولاد حمدان وجات على الطريق هادي اللي غدار كودرون، راه بادين فيها كما كتشوفوا. بينها وبين الطريق الرئيسية شي كيلومتر، 3 ولاد حمدان نواحي ديال المدينة الجديدة. الوثائق اللي كاينين 3 قطارات تيتر فونسي وجوج قطارات ملكية، دونك 3 قطارات يتكتبو عند النوطير، جوج قطارات عند العدول. ولا بالنسبة للشاري بغا يكتب عند العدول كلشي، راه من حقو. فيها الزيتون أكثرية، في هذا الباصان هذا مازال ما كملش، هو هذا فيها البير، وفي هذاك لوكال ديال الماتيريال الاخري. هاد 3 قطارات كلها راه دايره بالسياج، ولا دايره بالسياج كما كتشوفوا. وطرات الطريق وجوج قطارات ملكيه في جنبها. المسافة بينها وبين جديدة تقريبا 28 كيلومتر من هنا لجديدة، بالضبط 28 كيلومتر. ومن هنا لكازا تقريبا شي 100 كيلومتر من هنا لكازا الدار البيضاء. وبالنسبة للإخوان اللي بغى يشوفها غادي تلقاو التليفون ديالي في الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. وإلا كان شي واحد من فاميلتو ولا شي حاجة هنا في المغرب، حيت كاين أكثرية الناس ديال برا كيسولوني، فهمتيني، فينا بلاصة إلى آخره. هي 3 ولاد حمدان راه كما كنقولو قريبة الجديدة، 28 كيلومتر. وبالنسبة للثمن 125 مليون كلها، جوج المليون ونص الخدام، جوج المليون ونص الخدام. وبالنسبة للناس اللي عندهم فيرمات بغاو يبيعوها ولا بغاو يلونسيوها في اليوتيوب، مرحبا، راه غادي يتواصلوا معايا ديك الساعتين، غنمشي لعندهم ونصور الفيديو الفيلا اللي عندهم الى اخره. يلا تبارك الله عليكم الاخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.